السلام عليكم، كنتمناكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. انتم كتشاهدوا هذا الفيديو، هذا الفيديو هذا اللي كنت وعدتكم به باش نحطه لكم. قلت لكم غنشارك معكم الغسولات ديال الوجه، وكل واحد والاستعمال ديالو وشنو اللي عجبني فيهم، وكل وحده غتاخذ على حسب البشره ديالها. غادي نبداو هنايا، غادي نبداو بهذا السيراف. هذا السيراف هذا هو غسول رغوي للبشره العاديه الى الدهنيه. سيراف للوجه والجسم طوروا اطباء مختصين في الامراض الجلديه للبشره العاديه الى الدهنيه، يساعد على تجديد حاجز حمايه البشره والعنايه به، لا يسبب الجفاف ولا يهيج البشره، مع ثلاثه ديال المكونات الاساسيه من السيراميد. فهو فيه اشكالات، يعني فيه على حسب البشره العاديه، كاين الجفاء الى المختلطه، فانا خديت هذا على حسب البشره ديالي. فالملاحظه اللي لاحظت ان هادو كلهم اللي كتشوفوا هاد الغسولات ديال الوجه تقريبا دابا هادي عام وانا كندير منهم. كاين شي حاجه اللي اكثر من عام وانا كندير فيها. المهم انا غادي نقول لكم كل حاجه وشنو اللي عجبني وشنو اللي زعما نقدر نالي ليه ما غاديش نديرو، يعني بلا ما نخسر فلوسي فيه. بالنسبه لهذا شحال انا كندير فيه دابا، راه ما بقى فيه والو، يعني بزاف وانا كنستعمله. هذا لاحظت فيها البنات انه كيرطب فقط، يرطب الوجه يعني فقط، لا زياده ولا نقصان، يعني ما فيه لا تبييض لا تصفيه الوجه لا حتى شي حاجه. كي كيقولوا كيصلح بحال دابا اللي عنده الحبوب، فهذا ما المهم انا ما خديتوش على قبل الحبوب. المهم كيرطب فقط، هذا سيراف يعني المهم. انا غادي نتكلم لكم على الاخرين وانتم راه غادي تشوفوا شنو اللي غيصلح لكم حسب البشره ديالكم. غادي ندوزوا لهذا. هذا هو اللي كنت شاركت معكم، هو وهذا اللي كنت خديتهم من عند ميميسو. ميميسو راه كنت شاركت معكم واحد الفيديو، كنت خديت من عندهم بزاف ديال المستحضرات التجميليه، فانا كنت جربت هذا وكنت جربت هذا وجربت بزاف ديال المسائل، ولكن ما شاركتش معكم هاد الجوج هادو. بغيت يعني حتى نستعملهم مزيان عاد ديك الساعات يعني نشاركهم معكم. فهذا البنات هذا مصوب من الالويفيرا، هذا بحال قلت جيل مقشر من الالويفيرا. هو فعلا البنات ملي كتحطوه على يديكم سبحان الله العظيم بحال كيقومي لكم الوجه ديالكم، وفي واحد الحبيبات باش تشوفوا نوريها لكم. هانتي يد كنصوب بها ويد شاده بها، ما عندي كيفاش ندير. هانتوما البنات هانتوما تشوفوا ملي كتبقاو ديروا بحال هكا، هذا راه ماشي وسخ، شتي هذا اللي كتشوفوا ماشي وسخ، هادو حبيبات هما دايرينهم هكا مع الجيل. اين فوا كتبقى تماصي على وجهك او كتابليكي على وجهك، فكيخرج هاد الحبيبات هادو باش كيعطيكم واحد التقشير للوجه ديالكم. هو زوين البنات لانه جد طبيعي، لان بالمستخلص ديال الالويفيرا، مستخلص ديال الالويفيرا راكم عارفينو، يعني كيجدد الخلايا ديال الوجه وكيتستعمل بزاف في المستحضرات التجميليه للبشره للوجه لاي حاجه. داكشي انا علاش طريت انا اللي خديته، لان الحاجه اللي كتكون فيها الالويفيرا فكتكون طبيعيه 100%، يعني ما فيها شي حاجه اللي هي خايبه وكتصلح لجميع انواع البشره. فهذا يعني شحال انا كنديرو، هو زوين كيقشر كيرطب الوجه، ولكن ملي كتغسلو كتبقى واحد التلصيقه في الوجه، ملي كتغسلو كيبقى ما عرفتش بحال دايره العسل لوجهك ولا ما فهمتش هذيك التلصيقه اللي كيبقى كيتلصق. فانا هذا ما بقيتش كنغسل يعني به بزاف، يعني غير هذا ما كديروهش يوميا، تقدروا ديروه مره في السيمانه حيت لانه غسول ومقشر في نفس الوقت. يعني نقدر نستغنى عليه هذا، وهذا تا هو نقدر نستغنى عليه. غادي ندوزو لهذا حتى هو كنت خديته من ميميسو، كنت شاركته معكم. هذا مصوب، هذا منظف للوجه الرغاوي بخلاصة زهرة الكرز، زهرة الكرز وزعفران الحر البنات. الزعفران الحر، المهم هادشي اللي كان قال لي فيه الزعفران الحر. كنحاول نقرا. المهم البنات انا هذا درتو حتى هو كيغسل فقط، كتنطوي به فقط صافي، يعني ما كتحش زعما بالبشره ديالك، يعني فيها واحد الحيويه واحد. عند كاين الغسول اللي كتغسل به، انا جاياكم راه كاين بعض الغسولات هنا اللي زوينين، انا جاياكم بشويه بشويه. هذا جاني جد عادي،
يعني لا داعي اننا كاين شي حوايج اللي كناخذوهم غاليين وما كيصدقوش نهائيا. ديما كنشارك معكم هذه المساله، كنقولها لكم ماشي ضروري انكم تاخذوا الحاجه غاليه. انا راه كنت كناخذ بزاف ديال المسائل من الباغا، يعني لي برودوي كوزميتيك كناخذهم غاليين، ولكن اكتشفت بان فكره غلطه. شحال من حاجه كتاخذها غير رخيصه وكتصدق معك مزيان. المهم هذا غنانيليه، غير غنعطيكم واحد، ماشي غنعطيكم، غنصحكم بهادي، هادي خدوها خدوها البنات. لقيتو بحال هكا شي جيل نيتوايون او مقشر ولا شي حاجه، هادي زوينه زوينه بزاف البنات والله العظيم. هادي كتخرج الوجه زوين، ما غاديش نقول لكم داكشي اللي فيه، يعني المكونات اللي فيه هما اللي كيخرجوا الوجه، ولكن هادي البنات هادي تقدروا. هادي راها كتحيد، شتيها؟ ها هي هادي، ها هي يد كنصور بها ويد كنوريكم، كتحيد. تقدروا تحيدوها من هادي وتحطوها في شي جيل كيوافقكم، لان هذه البنات كي قلت لكم هي كاينه حتى في هذا، كتحيي الكولاجين ديال الوجه. زوينه زوينه، كتفتح المسام وكتغذي الوجه زوينه. انا والله العظيم فيما كنديرها لوجهي سبحان الله العظيم كنلاحظ واحد الجماليه في البشره ديالي. المهم غادي تاخذوها وغتعرفوني انا علاش كندوي. هذه عاوتاني شفت شي الناس كيشكروها، جيت انا خديتها. بالنسبه للاثمنه ديال هذا الشيء كله راه ماشي شي ثمن، باش ما ننساش ما نهضرش لكم على الاثمنه. ما غاديش نقول لكم بالضبط شحال، لانني انا ما كنعقلش، كناخذ بزاف ديال الحوايج وما تنعقلش على الاثمنه. مي ما فايتاش واحد واش 35 درهم بحال دابا، هادو قيله 35 درهم يمكن، انا ما خفت نكذب. هادي البنات 25 درهم، هادي يعني 25 درهم ولا 40 درهم، والله ما عقلت ما عقلتش. هادي هادي وقيله حتى هي يمكن شي 40 درهم ولا 50 درهم. المهم هادشي اللي كاين وخلاص. هادو ديال الهيمالايا راه كيكونوا معروفين، الاثمنه ديالهم حتى هو مع 35 درهم حتى 40 درهم هادو. وهذا ديال السيرافا البنات هو اللي غالي فيهم شويه، حيت هذا راه خديتهم من البارا، ولكن واخا داك ماشي شي زعما شي ثمن اللي هو غالي بزاف، مي انا غنانيليه، يعني ما دار لي حتى شي حاجه من غير الترطيب اللي كيرطب. فانا غنجيكم الهضره، نجيكم غنقول لكم واحد جوج اللي عجبوني فهادشي كامل، تقدروا تستغناو عليهم، تستغناو على هادشي كامل. هذا كنت خديته من بعد هذا، شفتهم كيشكروه. هذا مصوب من الويفيرا، كيقولوا بانه كيبيض وكيرطب. هادي كازبين فيها عشرات الناس، الناس شكروه وقالوا بان زوين كيرطب كيبيض. انا عرفته غادي يكون زوين، لان من الحاجه اللي فيها الالوفيرا كونوا على يقين بان خدوها بعينيكم مغمضين. داكشي اللي انا خديته، وهما كاتبين فيها هنا 10 ديال الثواني تبيض على الفور. هي ما كايناش هاد القضيه ديال 10 ديال الثواني، ولكن البنات الزوين هو الا قارنتي هذا مع هذا، هذا خديته من ميسو، يعني زايد في الثمن على هذا، هذا احسن من هذا صراحه. المراخه هما راهم تيتشابهوا، يعني حتى هو فيه هادي، هذا حتى هو فيه هادي ديالو، ولكن هذا احسن من هذا. هذا كيعطيك الترطيب وكيعطيك التبييض، جوج حوايج. والدليل على ذلك هما كاتبين بان كيكون الوجه اسمر وكيرجع بيض، وكيشكروه الناس بزاف وما كيبقاش. حتى السيد اللي كنا اللي خديته من عنده كيقول لي كيطاروا به ما كيبقاش، كيجي كيتحط. المهم البنات هذا حتى هو زوين بزاف. باش ما نطولش عليكم الفيديو، كنحاول حيت عندي بزاف ديال البرودويات كنحاول باش نزلب باش نتوما تستافدوا منه. غادي نتكلم لكم عاوتاني على هذا لاغام ديال الهيمالايا، لاغام ديال الهيمالايا البنات. هذا ديال العرق السوس، هذا ديال العرق السوس وديال الزعفران، خالي من الصابون. هم اكثر اللي كيديروا لهم خالين من الصابون، والله العظيم عندهم هذه المساله كيديروها زوينه على ما اظن. هادو واقيله صنع يمكن للهند، واقيله حنت كنت قريتو شحال هادو كيما عقلتش بالضبط، واقيله صنع ديال الهند ولا معت باكستان ولا معت. المهم بصراحه عندهم هاد الهيمالايا لاغام ديالها كلها زوينه، ولكن اللي حسن منهم انا غنقول لكم شنو هو اللي حسن منهم. هاد الجوج هما اللي زوينين، انا غادي نتكلم لكم عليهم من بعد. هانتوما البنات، هذا كنت خديته، هادو كنت خديت كنت كناخذهم هما الاولين، هذا هو الاول اللي كنت كناخذو، ها هو هذا كنت كناخذو انا، يعني ديما 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 كناخذو. من بعد وليت كناخذ وخديت موراهم هادو. وي هذا قلت زعما غيكون حتى هو زوين بحالو بحال هذا،
ولكن هذا البنات يعني ما عجبنيش بزاف، يعني ماشي شي حاجة قد ما هذاك، قد ما زعما هذا احسن منهم كاملين صراحة. هذا غسول الوجه، كاتبين عليه غسول الوجه بالبرتقال لإزالة الإسمرار، يخفف الإسمرار. فأنا خديته على قبل زعما قلت ربما داك الفيتامين سي اللي فيه، فيتامين سي معروف إلا كان في شي منتوج ولا شي حاجة فهو كيكون زوين. فيعني ما عجبنيش بزاف. هذا عاوتاني حتى هو كنت خديته ديال النيم والمشمش للبشرة العادية إلى الدهنية. هذا واقيلا حتى مقشر، يمكن حتى مقشر البشرة العادية إلى الدهنية، حيت بعض المرات كيديروا مستحضر فيه مقشر وغاسل في نفس الوقت. كاتبين فيه مستحضر النيم اليومي لتنقية البشرة، هادو كلهم راه يمكن لكم ديروهم يوميا لتنقية البشرة. فما عطانيش المفعول قد ما عطاه ليا هذا صراحة. أنا جايكم من هذاك عاد غنهضر عليه. صراحة ما حسيت حتى بشي مفعول في هادو بجوج بيهم. هانتوما كتشوفوا هذا وهذا، ما عطى حتى شي مفعول صراحة. يساعد إزالة الرؤوس السوداء وفتح المسامات. فصراحة أنا ما عنديش الرؤوس السوداء وحتى المسامات ما عنديش واسعين. المهم أنا حسيت به، ما ربما يمكن غيساعد هذوك اللي عندهم رؤوس سوداء وعندهم المسامات مفتوحين. ما المهم أنا ما قدر لي حتى شي حاجة صراحة. وهو توا مقشر، وقيلا توا مقشر يمكن في نفس الوقت. نحاول نشوف نحلو، حيت انا حاطاه في الدوش يعني غنتاكد حين جاب لي الله. البنات شتي داك الحبيبات، ها نتوما نحاول نقرب لكم. كاينين واحد الحبيبات فيه، هي فعلا هذا راه غاسول ومقشر في نفس الوقت صراحة. المهم انا ما عجبنيش هذا، حتى هو ما عجبنيش. اللي عجبني البنات هانتوما، هذا هو اللي عجبني فيهم صراحة. هذا انا كنشريه وكنعاود نشريه ونعاود نشريه. يعني هذا اصلا كيدي لك تقريبا شي عام ولا عام وزيادة، على حسب الا كنتي كتستعملو كل نهار. المهم انا كنستعمله كل نهار، ماشي غنقول لكم كل نهار كل نهار، ولكن تقريبا يعني كنقدر نطوي بيه وجهي بعد المكياج، كنقدر نغسل بيه وجهي بحال هكا الا درتي شي ماسك ولا شي حاجه للوجه وما عطاكش شي فعاليه او جاتك شي حساسيه للوجه ولا شي حاجه. فهذا باش زوين، هذا غسول مصوب من الصبار المرطب للوجه ومصوب من هذا. ها هي الصبار والخيار. شنو هو الصبار؟ هو الالوفيرا. الالوفيرا كي كنقول لكم ديما راها زوينه، والخيار يعني هادو الا تجمعوا بجوج في غسول واحد يعني راه رائع 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 جدا. وعاد فيه واحد الماده زوينه، هذيك الماده حتى هي كتبيض الوجه، واحد الماده بحال الشكل ديال الغسول الابيض، ولكن ماشي غسول الابيض. ما بقيتش عقلت حيت هما كاتبين هذا الشيء صغير خاص المكبره، ولكن كنت قريتها هما راه ما كيكتبوش المكونات كلها كامله. بحال دابا هذا عطاك الخلاصه ديال الصبار والخيار فقط، ما يمكنش غيكتبوا كل شيء حيت غيعمر لهم هنايا. فهمتي ملي كتدخلي كتبحثي على هذا الشيء هذا، فكتلقاي زعما الخلاصه باش مصوب هذا الغاسول هذا. هذا باش زوين يعني مزيان للوجه الحساس، مزيان للوجه كيهدئ الوجه، خالي من الصابون. يعني باش كتعجبني انا هاد لاكام ديال الهيمالايا، ما كيديرش فيها الصابون نهائيا، خالي من الصابون، ينظف يهدئ ويغذي وكيبيض البنات، حتى التبييض كيبيض والله القاسم. هذا زوين البنات، ننصحكم به ننصحكم به ننصحكم به، واعر واعر تقدروا تخليوه هذا وتستغناو على كل شيء. كي قلت لكم يعني كينقي الوجه وكيبيض مع المده، كيولي وجهك بيض وصافي وكيصفي الوجه. لان بين البنات الغاسول هذا الخيار والصبار، كنكون عارفين الخيار اشنو كيدير للبشره، يعني كينقيها كيرطبها كيغديها كيصفيها، زيد عليه الالويفيرا حتى هي تقريبا بحالو نفس المفعول، زيد عليها داك الماده اللي قلت لكم كتبيض حتى هي وزوين، وما كيدير حتى شي حاجه للوجه. كي قلت لكم انا الا درتو شي ماسك ودار لكم حساسيه للوجه كتغسلوا به ما كيبقى لكم حتى شي حاجه. درتو شي ماسك او درتو شي برودوي ما وافقكمش لوجهكم، دار لكم شي حكه ولا احمرار ولا شي حاجه، فهو كيهدئ كتمشيو كتغسلوا به. نحاول نحل لكم باش تشوفوا
كنظن كل شيء غيكون هانتوما باش تعرفوا، رانا ديما كندير منه الشيء هذيك البيض، داك الماده البيضاء اللي فيه هي اللي قلت لكم انا ما قريتها ولكن ما عقلتش عليها. واش بحال هي بحال شكل الغاسول البيض، ولكن ماشي غاسول البيض. زوين، وفيه الخيار وفيه الالوفيرا، زوينه البنات. ديما كنقول نحاول نبدلو، ساعه كنلقاه احسن ما كاين في هذا في المنتوجات ديال الهيمالايا. والدليل على ذلك النهار اللي كنت زعما سالا ليا، وكنت كنشريه ديما ديما، وانا نلقى هذيك اللي كتبيع فيهم وداك الشيء، كنهضر معاه زعما ترشدني زعما شي حيت هذا قلت ديما كنديرو نبدل ناخذ شي حاجه، وهي تقول لي قلت لها اختي شي حاجه زعما اللي زوينه في هادو، قالت لي هذا هو احسن منهم كاملين بالنسبه للكام ديال الهيمالايا. ملي كتمشي للاسواق التجاريه الكبرى كتلقى هذا وكتلقى هذا وكتلقى هذا، وكتلقى شي جوج اخرين عاوتاني على حسب البشره ديال الوجه، كل واحد البشره ديالو. فهذا قالت لي احسن منهم كاملين، وفعلا البنات والله القسم هذا يعني، والثمن ديالو رخيص، الثمن ديالو 35 درهم الا خديتيه من عند البارفيمري، اما الا خديتيه من الاسواق التجاريه الكبرى كتقدروا تاخذوا هذا. بعض المرات انا تناخذوا في البروموسيون، تناخد هذا تناخد معاه حاجه اخرى كيعطيوها لك معاه، وكتكون ب50 درهم ولا مش، لا لا يا ربي ما كملش 50 درهم، كتكون شي 40 درهم، ولكن معاه بخدوي اخر. فهذا نصحكم به بزاف بزاف. هذا عاوتاني قريت عليه حتى هو، كنت قريت عليه كيشكروه الناس بزاف بزاف صراحه. دخلت قلت نمشي ناخذه حتى هو. هذا شنو اللي خلاني انني نزعم عليه وناخذه؟ لان فيه المكونات ديالو، فيه العرق السوس وفيه الزعفران وفيه شي حاجه اخرى، العرق السوس والزعفران ناتين. طريقة الاستعمال، غسول، تفتيح، المهم هادشي صغير، المهم المكونات اللي فيه زوينين. الأهم منهم اللي كاين هو العرق السوس والزعفران البنات. بالنسبة للعرق السوس راه معروف يعني في التبييض، معروف في التصبغات، معروف. أنا تفكرت البنات فيه الصمغ الأبيض وفيه حتى الرمان، هذا هو علاش أنا خديتهم، لأن هادو إلا تجمعوا عرق السوس والزعفران والصمغ الأبيض والرمان إلا تجمعوا في واحد المنتوج يعني خطير 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 للبشرة. داكشي علاش شريته البنات، زوين زوين بزاف. يحتوي على الزعفران، عرق السوس، الصمغ الابيض، الرمان والخيار، وفي حتى الخيار البنات. لتعمل هذه المكونات على استعاده بياض البشره الطبيعي وتغذيتها والتخلص من البقع، يترك البشره منعشه وحيويه، يمنح بشرتك البياض الذي تبحثين عنه ويجعلها اكثر نقاء واشراقا. يمكن استخدام هذا المنتج يوميا، يزيل البقع الغامقه والشوائب من البشره. البنات والله القسم البنات هذا شريته، انا قلت لكم على المكونات اللي فيه. اش غنقول لكم البنات والله القسم، الا تخيلوا معايا من اول 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 غسله تفاجات بواحد البياض اللي خطير في الوجه اول غسله، وحق الله العظيم غير هو المشكل الوحيد اللي فيه انه كينشف الوجه، يعني هذا اللي البشره ديالها مزيته او كي كنقولوا دهنيه، البشره ديالها دهنيه، فهو غادي يصلح لها بزاف بزاف. تقدر تغسل به يوميا، وماشي ضروري ان تغسل به يوميا الا الا كانت مثلا حاطه شي مكياج في وجهها ولا دايره شي حاجه في وجهها، يعني حتى داك الغاسول، حتى داك الغاسول تغسلوا انكم تغسلوا يوميا بالغاسول حتى هو، راه ما يمكنش ديروا كل نهار الغاسول. مازال هذا فيه مكونات اللي هي طبيعيه صراحه وكيرطب، هذا واخا تغسل به يوميا يعني فيه الخيار وفيه الالوفيرا كيرطب. هذا البنات هذا كينشف، ما غيصلحش للبشره العاديه وما غيصلحش للبشره اللي كتكون جافه الا الدهنيه. انا البشره ديالي مختلطه، ومع ذلك يعني مختلطه يعني نصها دهني ونصها ناشف، ومع ذلك البنات يعني نشف لي البشره ديالي. ولكن البنات راه خطير في التبييض، قسما بالله الا خطير في التبييض. كي قلت لكم حيت علاش فيه الزعفران، فيه الرمان، فيه حتى الخيار، وفيه حتى فيه العرق السوس. عرق السوس راكم عارفينو كيصلح للتصبغات، كيصلح لبزاف ديال الحوايج، دخلوا قراو عليه. ها نتوما كاتبين هنا غسول تفتيح الوجه لبشره صافيه مع الزعفران المعزز لبنيه البشره، يعني كل حاجه اشنو كدير
رغم ان دايرين فيه حتى الخيار ودايرين فيه الرمان، والخيار راه كيرطب ومع ذلك كينشف الوجه، وفيه حتى الصمغ الابيض. هذا الصمغ الابيض شنو الدور ديالو؟ كيبيض البشره على ما اظن. هذا هو فيه الصمغ الابيض، سميتو زوين 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 البنات، وحق الله العظيم. المهم خلاصه القول من هذا الشيء كامل، يعني انا هذا غنستغنى عليه، هذا غنستغنى عليه، ماشي غنستغنى عليه انني ما غاديش نديرو، صافي غادي نكملهم، يعني ما غاديش نبقى نستعملهم. هذا وهذا شنو اخر؟ هذا حتى هو غادي نحيدو، هذا حتى هو غادي نحيدو البنات، ما بقاش نستعملو. يعني ملي غنكملو صافي ما غاديش نبقى نشريهم نهائيا، هذا الشيء كامل ما بقاش نشريه، هذه حتى هي ما غاديش نبقى نشريها. المهم انا كي قلت لكم كناخذ وكنجرب، صلحت لي حاجه كنخليها، ما صلحتليش ما كنبقاش نعاود نشريها. يعني كفى انني هذا نصل به فيه الالويفيرا، داكشي اللي كاين هنايا راه هو اللي كاين هنايا، فيه الالويفيرا فيه الخيار راه نغسل به، وهذا مره مره غنغسل به، ما غاديش نغسل به كل نهار، حيت الا بقات البشره كتنشف كل نهار كل نهار كتولي فيها الترهلات. ونزيدكم هذا راه مزيان حتى للترهلات اللي كانت في الوجه، راه مزيانه كيشد البشره لان فيه الالويفيرا وفيه الخيار. هادو هما اللي غنقدر نصحكم بهم، والهيمالايا البنات قسما بالله البنات انا ما كندير لا اشهار لا والو، حيت كاينين بعض الناس اللي يقدروا يقولوا لكم هذا الشيء اشهار، فانا قسما بالله ما كندير لا اشهار، هذا الشيء كناخذو انا بفلوسي. ها نتوما شفتوا، راه شاركت معكم بزاف ديال الحوايج، قلت لكم كل حاجه العيوب ديالها والمميزات اللي فيها، فلدا علمهم انا كاينين الناس اللي غيقدر يوافقهم هذا الشيء هذا، كاينين الناس اللي غيقدر يوافقهم هذا الشيء هذا، ماشي انا ما وافقنيش، ماشي انا ما وافقنيش. بحال دابا انا كنقول لكم انا هذا مدى هذا كيرطب فقط الوجه، فحنايا كنبغيو الترطيب وكنبغيو التبييض وكنبغيو بزاف ديال الحوايج صراحه. فانا لقيت يعني استحسان في هذا ولقيت استحسان في هذا، فهادو غنخليهم بجوج بيهم، وداكشي كله غيسالي ما غاديش نبقى نعاود نشريه. كيقول لكم هادي غنخليها على قبل هادي زوينه للبشره. هادشي ما كان البنات، واللي اول مره غيتشاهد القناه ديالي فما ينساش يدير اشتراك في القناه باش يوصلكم ديما الجديد، وما ينساش يدير اعجاب للفيديو. باي باي عليكم.